في عموم مدينة الشعب وضواحيها غرب عدن، أخيرا وجد السيد محمد الحميقاني وأسرته متنفسا يستريحون على بساطه الأخضر، حيث تمثل المساحات الخضراء ملاذا من ازدحام المدينة واكتظاظ العمران. كنا منتظرين اليوم هذا الذي جالس فيه، الحمد لله يعني منفس طيب ومنفس يعني لا كهرباء ولا ماء، ونحن يعني نخرج نتنفس من الضيق الذي نحن فيه. حديقة الشعب مشروع قديم حالت صراعات النفوذ دون اكتماله، ها هي اليوم تفتتح رسميا وبحضور كثيف للأهالي وبمشاركة بازار المشاريع الصغيرة كتكامل اقتصادي وسياحي للمجتمع. رسالة الاستقرار ورسالة كذلك لمشروع قادم للحفاظ على عدن بمتنفساتها. هذه الحديقة الكبيرة طبعا حجزت قبل فترة وقد كادت تتعرض للسطو. هي خطوة ملهمة قدمتها مديرية البريغة بانتزاع هذا الحق المجتمعي، فيما تنتظر الكثير من المساحات المخصصة للحدائق العامة الإفراج عنها في باقي مديريات العاصمة المؤقتة. آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن.